السلام عليكم، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، كلشي في امان الله وحفظه. فالفيديو هذا ان شاء الله غادي نقترح لكم هذه المورقه هذه اللي كتجي هائله، كتجي لذيذه بزاف، بواحد العجين مورق اللي كيتحضر في اقل من 10 دقائق. فما غاديش نطول عليكم، باش نشوفوا المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للعجينه المورقه غادي نحتاج 500 غرام ديال الدقيق الابيض، ما يعادل 5 ديال الكيسان ديال العنبه، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال السكر، جوج معالق كبار ديال الزبده، من الافضل يكون الاصل حيواني، الا ما كانش ممكن حتى الاخرى، وممكن حتى الزيت، ديروا 50 ملل ديال الزيت. وغادي نحتاج 200 ملل ديال الماء. هي العجينه المورقه نص الكميه ديالها دائما كتكون ماء، يعني كنديروا 250. هذه هاد المره دايره فيها انا الزبده، يعني كاين اللي كيدير الزبده كاين اللي كيدير الزيت. بالنسبه للدور ديال الزبده والزيت غير كيحافظ لنا على العجينه، يعني داك لاباط فيتي كتبقى هشيشه ومقرمشه مده اللي هي طويله. يعني ما كانش ديروا غير 250 ملل ديال الماء، يعني بلا ما ديروا لا زيت لا زبده، ولكن كيديروا الفرق، يعني شي حاجه اللي هي مزيانه، وهي طبيعه الحال اضافه ديال الناس المحترفين. يعني هاد العجينه دايرها، يعني العجينه احترافيه، اما الطريقه ديال التوراق فهي سهله بزاف، واحد طريقه التوراق اللي هي سريعه، خصوصا بالنسبه للبنات اللي عندهم مشكل مع التوراق. فاليوم ان شاء الله هاد الطريقه هذه غادي تسهل عليكم. المسالقه ديال التحضير غادي ناخذ داك السكر والملح، غادي نديرهم في داك الماء اللي غادي نعجن به باش يذوبوا. انا ما غاديش، انا العجينه المورقه ما كتسدلكش، حركم خليكم. بالنسبه للعبار ديال الماء بالكاس ديال العنبه، كيجي كاس ديال العنبه عامر وواحد الربيع، ومن الاحسن يكون عندكم ميزان اولا كاس بحال هذا، راه كاين كيسان بحال هادو غير ديال البلاستيك فيهم هاد العبارات هكا كينفعوا. صافي، اول حاجه غادي ناخذ داك الزبده، وبحال غادي نرمل هاد الدقيق، لان كيف ما قلت هاد العجينه هادي ما كتدلكش. نخوي هكا مره واحده، صافي غير تجمع العجينه، يعني ما كتبغيش شي تقنيه ولا شي حاجه، غير تجمع تولي كره. صافي ونحبسوا. صافي ملي كتبدا هكا تجمع، غادي نديرها هكا فوق سطح العمل باش يسهل عليا اني نجمعها. صافي كنبقاو حتى كندخلوا فيها داك الدقيق كامل، يعني كتبان لكم بحال قاصحه، يعجبكم الله بحال قاصحه بزاف، اما العبار راه هو هذاك. يعني العجينه المورقه ما خصهاش تكون خفيفه، ما كتصدقش. ملي غنخليوها ترتاح غادي ترخى وغادي تولي هي هذيك. صافي ملي جمعتها غادي نديرها في بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح واحد ربع ساعه وندوزو باش نخدموها. كيف ما قلت كنخليها ربع ساعه، كنرجع كنلقاها ترخات. شوف كيفاش ولات، ملي كترخى غير بوحده العبار اللي عطاتكم ديال الماء راه مضبوط. صافي غادي نرش هكا سطح العمل بالدقيق، وغادي نطلق العجينه ديالي، غادي نحاول نطلقها كامله ونعطيها الشكل ديال المربع اللي هو كبير، المهم انتوما كتشوفوا معايا. وكيبقى طبيعه الحال الدقيق راه كيختلف، يعني كاين الدقيق اللي كيشرب كاين هذا، وانتم نتوما راه عينكم ميزاكم، لبان لكم العجينه قاصحه بزاف وعذبتكم راه غادي تزيدوها واحد شويه ديال الماء. اما ملي كيكون الدقيق مزيان خاص بالحلويات فهذاك راه هو العبار، دائما ندير كشويه ديال الدقيق. كيف ما كتشوفوا طلقت العجينه هكا على شكل ديال مربع كبير، هذا هو السمك ديالها، نتمنى تكون باينه مزيان. صافي دابا غادي تجي المرحله ديال الزبده، الزبده غادي نحكوها بالحكاكه، غادي نجبدها من المجمد، غنشرح لكم دابا علاش. بالنسبه للمقادير ديال الزبده، انا مستعمله هنا الزبده اولا المارغرين اللده، يعني الزبده اللي خاصه بالتوريق. غادي ندير 200 غرام، يعني هاد البكيه هذه اللي فيها 250 غرام حيدت منها 50 غرام باش تبقى ليا غير 200 غرام، وغادي ندير 100 غرام ديال الزبده من اصل حيواني باش كتجيني داك، يعني كيجيني داك العجين المورق ديالي بنين. كتعرفوا ان الزبده من اصل حيواني كتلذذ، يعني حتى المحترفين كيخلطوها في بيناتهم باش كيجي داك كيف ما قلت داك العجينه المورقه كتجي النكهه ديالها زوينه واقتصاديه، حتى ما نديروا يعني الكميه كلها زبده. وعاد كاين البنات اللي عندهم مشكل انهم ما يقدروش يتحكموا في الزبده، وعاد مازال دابا الحال بارده ملي كيولي الحال سخون كيولي صعيب انهم يخدموا بالزبده من اصل حيواني. فهذه فكره، الا ما كانش غادي ديروا 300 غرام يعني ديال الزبده اولا ديال المارغرين، يعني الكميه كامله. هادشي اللي كاين دابا غادي نرجع هذه للفريكو، الزبده اللي من اصل حيواني رجعتها للفريكو، يعني ما دايرهاش في الفريكو من البارح، كانت غير في الثلاجه دابا تقريبا واحد الساعه قبل ما نبدا نخدم. عاد دخلتها للمجمد غير باش الفواحه باش ملي نغلفو كتجيني ساهله. بالنسبه للمارغرين خلاص هذيك كانت غير في الثلاجه. صافي غادي نحاول هكا نحك المارغرين على داك المربع ديالي كامل، يعني نوزع بالتساوي،
غادي نجيب داك 100 غرام ديال الزبده من الاصل الحيواني، غادي نزيدها كيف ما قلت كتعطي مذاق رائع. ملي حكيت داك الزبده غادي نديرها كثمن واحد المعلقه ديال المايزينا، غادي نرشها فوق داك الزبده بحال هكا، نوزعها معلقه يعني ما نفوتوش معلقه. بالنسبه لنص كيلو ديال الدقيق في العجينه المراق كتكون فيه 375 غرام ديال الزبده، انا درت غير 300 غرام، داك 75 غرام صافي حيدتها. صافي غادي نبدا بحال هكا نطوي ونضغط بيدي، نتمنى تكون واضحه ونتم غاده بحال هكاك. يعني نهز، يعني حتى العجينه البنات ملي كتكون قابطه في روحها راه كتعاوننا، ملي كتكون العجينه جاريه راه ما كتعاونناش. هكا ندخل داك الزبده هكا بالجناب، ندخلها بهذه الطريقه هذه، يعني هذا راه هو التوراق. يعني دابا حنا بحال كنورقوا بطريقه اللي هي ذكيه. صافي غنجيب هاد الطريف هذا اللي بقى حتى هو غندير له بحال هكا، غادي نرش هكا سطح العمل واحد شويه ديال الدقيق، ونحط داك العجينه بحال هكا، وغادي نحاول نطلقها غير شويه. كتشوفوا البنات دابا غادي نجيب بحال هكا وغادي نبدا نطوي، هذا هو التوراق بحال هكا. شوف البنات هذه راه اسهل عجينه مورقه يمكن لكم تجربوا في حياتكم بحال هكا. هانتم غادا وكنطوي، غادا وكنطوي، وغنجيب هذا الاخر ونحطو بحال هكا. صافي دابا غادي نغلف هاد البلاستيك غذائي. شو البنات غادي نغلف هاد البلاستيك غذائي وغادي نخليها ترتاح 30 دقيقه، لان الشو راه ملويه بزاف، ضروري انها ترتاح باش تعطينا الطور ملي نبغيو نطلقوها وتجينا ساهله. صافي دابا العجينه ملي طرخات انا خليتها غير 20 دقيقه، المهم ممكن تخليوها حتى ساعه، ممكن انها تبات ما كاين حتى شي مشكل. غادي ندير المورقه ديالي في هاد اللاطه بحال هادي، غادي نخلي لكم القياس ديالها في صندوق الوصف. غنحتاج الكريمه ديال الحلواني او الكريم باتيسيير، سبق واحد درتها معكم، غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو اللي فيه هاد الكريمه هذه في صندوق الوصف. غادي نحتاج شويه ديال الزبيب، وغنحتاج ايضا واحد شويه حبيبات ديال الشكر اختياري، اللي ما كانوش صافي ديروا غير الزبيب راه كافي. صافي غادي نطلق الجزء الاول ديال العجينه، نعطيها الشكل ديال المستطيل ونعطيها الشكل ديال اللاطه اللي عندي هكا. انا لبست اللاطه ديالي دابا، غادي نحطها على جنب ونطلق الجهه الاخرى الفوقانيه اللي غادي تجيني من الفوق بحال هكا. طلقت وقطعت العجينه اللي غادي تجي من الفوق، غادي نطويها بحال هكا ونحطها لهي على جنب. بالنسبه للعجينه اللي كتبقى غنوريكم كيفاش ديروا لها، هو بحال هكا باش كتبقى مورقه. صافي غنجمعوها في بلاستيكه حتى نديروا بها حاجه واحده اخرى. الكريمه انا صايبتها قبل ما نبدا العجينه المورقه باش تبرد، يعني ما خصناش نديروا كريمه سخونه في العجين المورق كتخسروا. كنحاول كنطلقها واحد شويه، صافي كنحرك هكا بالفرشيطه راه كتطلق. واخا تبان لكم هكا فيها حبيبات ولا شي حاجه ماشي مشكل. غادي نجيب هكا معلقه ونبدا نعمر المورقه ديالي. ملي وزعت داك لاكريم بحال هكاك غادي ندير دابا الزبيب اللي مغسول، وغادي ندير هكا حبيبات ديال الشكلاط. صافي وكنجيب داك الجزء الاخر من العجينه وكنحاول كنحطو غير بشويه بحال هكا، نغلفها بحال هكا غير بالموس. نحيد داك الفائض صافي ونثبت هكا بيدي، وغادي نجي هكا نحاول نقسمها من الوسط. صافي دابا غادي ندهنها بيضه، درت معها واحد شويه ديال الخل، بيضه كامله بالبيض ديالها بكلشي، ما كنبغيش ندير غير الصفر بوحدو بحال بحال العجينه كتلهب من داخل، يعني كتحمر قبل الوقت. بيضه كامله كطيب معتدله. خلال هاد الاثناء درت الفران ديالي سخن على 200 درجه، باش غادي ندخلها على 200 درجه. لاباط فيتا كتبغي العافيه تكون مجهده في الاول، غير ندخلها نحسب لها واحد جوج دقائق ولا ثلاثه
صافي ونزلنا على 175 حتى 170 درجه باش طيب وتقرمج على خاطر انت بالبيض. غادي ناخذ هكا موس وغنجيب بحال غادي ندير فيها شريطات بحال هكا كيعطيوها بنظر اللي هو زوين بحال هكا. ما نغرقش الموس بزاف باش ما نفتحش العجينه المورقه، يعني غير شريطات غير سطحيين. درت تيمه ديال التزيين بواحد شويه ديال لي زاموند ايفيلي اولا اللوز هكا ايفيلي، يعني انا حيت دجاج كاين عندي اللي ما عندهاش راه ماشي ضروري، هذو اضافات وصافي كيعطيو غير جماليه ماشي زعما شي حاجه اللي هي مهمه. هلا انا خرجتها من الفران، شوفوا تبارك الله داك التوراق يعني تورقت، كتجي فعلا هائله لا في المنظر ولا في المذاق. غادي ندهنها بواحد شويه ديال الكونفيتور اللي ذوبته، حيت منو داك ذوبته صفيته حيت منو داك الطريفات هكا غير باش يعطيها اللمعه. يلاه جبتها من الفران راه باقا سخونه. شوفوا البنات داك التوراق، يعني واحد العجين مورق اللي ناجح 100%. انا متاكده انكم لا جربتوه غادي تعتمدوه، كيتحضر فعلا في اقل من 10 دقائق والنتائج ديالو كيف ما كتشوفوا هائله. كيمكننا نديروه سواء هكا فهادشي اللي هو حلو اولا في المالح، المهم الاستعمالات ديالو كثيره وما كيشدش الوقت. التوراق من الداخل فعلا كيستحق التجربه. هاد العجين هذا يجي هائل، شوفوا البنات حتى هنا كيسالي الفيديو. كنتمنى انه يعجبكم وتستافدوا منه، ما تنساوش خليولي لايك باش تشجعوني، تشاركوا الوصفه مع الصحاب والحباب باش تعم الفائده. السلام عليكم.